لليوم الرابع على التوالي تستمر قوات سوريا الديمقراطية بشن هجومها الأخير على آخر جيب يسيطر عليه تنظيم الدولة الإسلامية داعش في بلدة الباغوز بالقرب من الحدود السورية العراقية. اليوم الأربعاء الساعة الرابعة فجرا حاول مقاتلو التنظيم شن هجوما مباغتا على قوات سوريا الديمقراطية عبر انتحاريين يستقلون سيارات مفخخة، إلا أن مقاتلي قسد بإسناد جوي من قبل طائرات التحالف الدولي تمكنوا من صد الهجوم وتفجير سيارتين مفخختين قبل وصولها إلى أهدافها. صباحا تراجعت حدة المعارك في هذه المنطقة مع تصريحات رسمية من قبل قادة قوات سوريا الديمقراطية بأنهم يريدون فتح المجال أمام خروج أي مدنيين قد يكونوا لا زالوا يتواجدون في المخيم، وكذلك مقاتلين ممن يرغبون تسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية. فخلال اليومين الماضيين خرج أكثر من 2000 شخص من مخيم الباغوز، بينهم مقاتلون من التنظيم سلموا أنفسهم لقسد. الآن الساعة حوالي 3 ظهرا بالتوقيت المحلي استأنفت قوات سوريا الديمقراطية هجومها على مخيم الباغوز وبدأت بقصف المخيم بقذائف الهاون والمدفعية، وكذلك هناك اشتباكات عنيفة تجري الآن على الأرض. كذلك رد عناصر تنظيم الدولة على هذا الهجوم بإطلاق قذائف هاون استهدفت بشكل رئيسي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بالقرب من تلة الباغوز. المعارك الآن مستمرة، إلا أن قادة قوات سوريا الديمقراطية لا زالوا يؤكدون أن السبب الرئيسي في بطء المعارك وعدم تمكنهم إلى اللحظة من السيطرة على هذه البقعة الجغرافية الصغيرة هو تواجد نساء وأطفال يستخدمهم تنظيم الدولة كدروعا بشرية. فمع إعلان قوات سوريا الديمقراطية مرارا بأن المنطقة خلت من أي مدنيين يتفاجؤون نتفاجأ بخروج دفعات جديدة من النساء والأطفال، رغم صغر المساحة الجغرافية في هذه المنطقة، إلا أنه خلال أسبوع فقط خرج أكثر من 10,000 شخص من هذه المنطقة معظمهم نساء وأطفال عوائل التنظيم، وكذلك المئات من عناصر تنظيم الدولة ممن سلموا أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية. كنت أنا إيفان حسيب معكم اليوم بالقرب من مخيم الباغوز.